صلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة مع نهاية سورة التكوير. وقدمنا أن سورة التكوير هي سورة مكية، وأن الله ذكر من أحوال يوم القيامة ما دل على أن هذا العالم المرتب سوف يتغير، والحقيقة الباقية هي بقاء الله سبحانه وتعالى. كل شيء هالك إلا وجهه. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى لحقيقة أخرى ليربط شيئا بشيء. عندنا كلنا متفقون أننا مخلوقين، أننا مخلوقون، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. وهذا الخالق لا يستطيع العقل أن يصل إلى معرفة أوامره ونواهيه وأحواله وما يحب وما يكره. هل يستطيع الإنسان أن يصل بعقله إلى معرفة هذا الرب ومعرفة تشريعاته وما يحب وما يبغض؟ العقل لا يستوعب. واضح شيخ إبراهيم؟ هل الإنسان يستطيع بواسطة عقله أن يصل إلى أن يعرف الله بحقوقه والواجبات؟ هل يستطيع هذا العقل أن يصل إلى تشريع عن الله تعالى يكون غير متناقض؟ لا يستطيع. فانتقل الله بنا من هذه السورة بعدما تحدث عن العالم وتغيراته إلى حدث جديد، وهو أن هناك رسولان، رسول من الملائكة ورسول من الإنس، يبلغان عن الله ما يحب وما يرضى وما يكره وما يبغض. فقال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس. ما هي الخنس؟ كلمة خنس اختفى، كلمة خنس اختفى. من الذي يختفي؟ الله بيّن أنه قال: فلا أقسم بالخنس. ما هذه الخنس؟ قال: الجوار الكنس. إذن عندنا هذه التي تختفي، ما هي؟ قال: الخنس. ما هي الخنس؟ الجوار الكنس. إذن أقسم الله بالذي يستتر وهي النجوم، والكنس هي المكان الذي تختفي فيه. متى تختفي النجوم؟ بالنهار. لذلك قال الله تعالى: والليل إذا عس. إذن النجوم متى تظهر؟ في الليل. متى تختفي؟ لذلك قال تعالى: والصبح إذا تنفس. إذن قال تعالى: فلا أقسم بالكنس التي تختفي. ما هي التي تختفي؟ الجواري. ما هي الجواري؟ لذلك كلمة جواري بمعنى التي تسير، ولذلك سميت السفن بالجواري، جوار كالأعلام، سفن ضخمة تراها في البحار كالجبال. فسماها الله جواري لأنها تسير. النجوم أليست تسير؟ في المغرب تجدها هناك، وبعد أو على قروب الفجر تجدها على نهاية الغروب، فالنجوم تتحرك. فسماها الله جواري كنس، والكنس المكان الذي تختفي فيه. متى تظهر النجوم؟ تظهر بالليل. متى تختفي؟ إذن العسعس من الكلمات التي تعرف في لغة العرب الأضداد. ما معنى كلمة أضداد؟ من كلمة ضد. وكلمة ضد وجد في اللغة العربية بعض الكلمات يكون فيها المعنيان، يكون المعنى الأول ضد المعنى الثاني. فكلمة عسعس بمعنى أقبل، ويأتي أيضا بمعنى أدبر.
كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. في اللغة العربية يطلق على الليل ويطلق على النهار، أي أن الله أحرقها حتى أصبحت سوداء فهي كالليل، أو أحرقها فجاءت الريح فذرت الرماد فأصبحت كأنها بيضاء صحراء كالنهار. فهنا الليل إذا أقبل أو الليل إذا أدبر، والصبح إذا تنفس أي أضاء. والصبح هنا بمعنى تنفس بمعنى ماذا شيخ نوح؟ أضاء. تنفس بمعنى أضاء، أي خرج مرة أخرى. وعندما يظهر الصباح أين تذهب النجوم؟ اختفي. وهي التي فلا أقسم بالخنس. ما هي الخنس؟ النجوم. ما حال النجوم؟ التي تختفي. أين تختفي؟ في الصبح. متى تظهر؟ في الليل. وقدمنا في الدرس الماضي وظيفة النجوم، زينة وعلامة ورجوم للشياطين. الآن الله سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم. الشيخ مصطفى العظيم إذا أقسم بشيء دل على عظمته، لذلك الله أقسم بالنازعات وأقسم بالضحى وأقسم بالطور وأقسم بالنجم وأقسم في أشياء كثيرة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم. من أين استدلالنا على أن هذا الشيء عظيم؟ لأن الله العظيم أقسم به، فالعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم. فالله يقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. من هذا الرسول؟ لا، جبريل. كيف عرفنا أنه جبريل؟ ريبوة عند ذي العرش. إذن أول صفة في هذا ريبوة عند ذي العرش، أول صفة أنه كريم. ثم قال بقوة عند ذي العرش مكين، ثم قال مطاع ثم كم صفة لجبريل عليه السلام؟ كم صفة لجبريل؟ واحد أنه رسول، اثنان أنه كريم، ثلاثة ذي قوة، أربعة مكين، خمسة ستة ست صفات لسيدنا جبريل. أول الأمر أنه رسول، أول أمر أنه ماذا؟ رسول كريم. والصفة الثانية أنه كريم. كريم صفة فيه هو، أي جوهره مكرم. لذلك دائما نقول فلان كريم الجوهر أو كريم الأصل، أي نقي. ولأن الملائكة مخلوقة من نور، لأن الملائكة مخلوقة من نور. إذن قال الله تعالى في صفة جبريل أول صفة يا شيخنا أنه رسول، والصفة الثانية كريم، أي عنصره جوهره ذاته كريمة، أي صفية نقية. ثم قال ذي قوة. إذن الصفة الثانية أنه ذي قوة. لما ترسل إنسان لابد أن يتحلى بصفة عظيمة. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل كريما، فأرسل حكيما ولا تصيه.
إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصيه، لأنه سيفعل ماذا؟ سوف يفعل ما في صالحك. إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصيه، وإن أمر عليك التوى فاستشر صديقا أو مخلصا ولا تعصيه. واضح؟ إذا كنت في حاجة مرسلة فأرسل حكيما ولا توصيه، وإن أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصيه. فشاور لبيبا ولا تعصيه. ما هو لبيبا؟ اللبيب العاقل. فاستشر عاقل ولا تخالفه. فهنا جبريل عليه السلام بقوة يعني يستطيع أن يبلغ وهو في مركز القوة. إذا جبريل عليه السلام أول أمره أنه رسول، جوهره كريم، عقله قوي. نقصد بالعقل هو اتخاذ القرار، أن جبريل عنده اتخاذ قرار. لذلك لما سأله النبي قال يا جبريل لما لا تطيل زيارتنا؟ قال وما تنزل إلا بأمر ربك. نحن لنا مهمة واضحة صريحة، نأتيك برسالة ثم نعود إلى ربنا. ثم قال هذه القوة عند من؟ عند ذي العرش. وهو ما حاله؟ قال وهو مكين. مكين بمعنى أنه مقرب، يطلع على ما لا يطلع غيره. وفوق هذا هو مطاع، وهو أيضا أمين فيما يبلغ. فانظر إلى صفاته عليه السلام: رسول، كريم، قوي، مكين، مطاع، أمين. فهذه الصفات تجعله حريص أشد الحرص في أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى في منتهى الدقة. فلما وصف هذا الأمر لماذا عظم الله من شأن جبريل؟ لماذا عظم الله من شأن جبريل في هذه الآية؟ لماذا عظم الله جبريل في هذه الآية؟ من عنده؟ نعم. إذن لماذا عظم الله تعالى جبريل في هذه الآية؟ أنت الآن أصاب مصطفى الهدف، وهو أن تعظيم جبريل من تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم. عندما تريد أن تبعث إلى رجل لا تحبه، أو إلى رجل لا تثق به، أو لا تريد أن تنجز المهمة، تبعث من؟ إنسانا عاديا أو إنسانا بسيطا. لكن إذا أردت أن تبرم صفقة كبيرة المستوى عالية التكلفة تبعث من؟ واحد عظيم، إنسان واعي عاقل يعرف الأمور، لأنها مهمة عظيمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم عظم الله من شأن جبريل ليعظم من شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وما صاحبكم بمجنون. سؤال يا شيخ زكريا، لماذا قال الله تعالى وما صاحبكم بمجنون؟ لماذا قال صاحبكم؟ لماذا لم يقل رسولك؟ لماذا لم يقل محمد؟ لماذا لم يقل البشر الذي بعث فيكم؟ لماذا قال صاحبكم؟ لماذا قال اختار كلمة صاحب؟ اختيار كلمة صاحب، اختيار كلمة صاحب فيها معنى قوي جدا، أنه الذي تعرفونه، هو ليس غريبا عنكم، هو الذي عاش بينكم 40 سنة، وهو الذي تعرفون مدخله ومخرجه وأسرار بيته
وتعرفون صفاته وأصحابه وأصدقائه ومعاملاته، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سماه صاحب. لذلك الصاحب هو من طالت صحبته لك. أنا لما ألتقي بإبراهيم في طريقي وأسلم عليه ثم أنصرف، هل يسمى لي صاحب؟ ممكن يقول زميل، ممكن أقول صديق، لكن الصاحب هو الذي يلازمني حتى أعرف به ويعرف بي. صديق هو الذي يصدقك، أما الصاحب الذي يلازمك. لذلك لما نأتي عند أبي بكر ماذا نقول؟ نقول صاحب رسول الله. لذلك لما نسمي الصحابة نسميهم الصحابة لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم يعني الذي تعرفونه بمجنون، كيف يكون مجنون وقد عرفتموه 40 سنة؟ عندما قال أنا رسول الله قلتم مجنون؟ ما الذي تجدد؟ هو عقله وفكره وديانته وأمانته. لو كان مجنونا كما تزعمون لماذا ظللتم تعطونه أماناته؟ لماذا تعرفون صدقه وأنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون مجنون وهو لا زال يتحلى بهذه الصفات الحميدة؟ كيف يكون مجنون؟ لم يقل النبي بيت شعر واحد، كيف يكون شاعر؟ لم يقف النبي على ساحر واحد، كيف يكون ساحر؟ لم يلجأ النبي إلى كاهن واحد، كيف يكون كاهن؟ تقولون أن أحد يعلمه هو أمي لا يعرف، لأنهم استغربوا من عظمة هذا القرآن. لذلك الله قال إنه لقول، يعود على من؟ جبريل. القول قرآن، وإنه لقول يعني القرآن جاء برسول كريم، جاء به رسول كريم. من صفة هذا الرسول أنه ذي قوة ومكين ومطاع وأمين. ونزل على صاحبكم الذي ليس بمجنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه أفق المبين. رأى من؟ جبريل عليه السلام. كلمة اللام هذه لقد، إذا وجدت كلمة قد قبلها لام فهذه تعرف بلام القسم أو الواقعة في جواب القسم أو الموطئة للقسم، أي والله لقد رأى. والله لقد رأى. رأى من؟ جبريل. رآه بصورته ماذا؟ الحقيقية. الحقيقية. يقول سد الأفق. الأفق هو التقاء السماء مع الأرض. إذا التقت السماء مع الأرض هذا المكان يسمى الأفق. الأفق. فيقول انظر إلى مد بصرك. إذا جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق له 600 جناح يسقط منها الياقوت والزبرجد وأشياء كثيرة من عظمة هذا يعني الملك رضي الله عنه. إذا هو ضخم جدا ومع ذلك الله يصوره في صورة إنسان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى القدرة الهائلة على التشكل باختيار بأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وسمى المبين الواضح، ليس الأفق الذي يشتبه بل أفق مبين واضح جلي لا يخفى على أحد. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. لماذا قال الله كلمة غيب وكلمة ظنين؟ الغيب هو ما غاب عن بصرك، فكل ما غاب عن بصرك يسمى غيب، والظنين متهم. لما قدمنا أن الله عظم جبريل لماذا؟
قلنا لتعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا لاحظ، عندنا أمور: واحد، الرب. اثنين، الرسول الملكي. ثلاثة، الرسول الإنسي. بقي ماذا؟ يا مصطفى، إذا قلنا رب، الآن عندنا الرب أرسل جبريل إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ برسالة، بالقرآن. أربعة، القرآن، والقرآن معه السنة. لما عظم الله جبريل، إذا رقم اثنين، لما عظمه الله لماذا؟ ليعظم الرسول الإنسان، وأيضا ليعظم القرآن. أنا عندما أحجز لك على الدرجة الأولى في طيران غالي جدا وأبعثك إلى رئيس دولة لكي تعطيه تفاحة، يحسن ذلك؟ أحجز على الأولى وأعطيك جنطة وأرقام سرية وأجعلك مربوطة بيدك في وثيقة جدا لا تنفك إلا برقم سري، وهذه الضجة الضخمة، وأبلغ الدولة الأخرى أن استقبلوه في قاعة مغلقة. تفاحة، يحسن ذلك؟ لذلك الله عظم المقول وهو القرآن، وعظم الرسول الذي الأول إلى الرسول الثاني، لأن الله عظيم، فهو عظيم، أرسل عظيم إلى عظيم بعظيم. ذلك الله قال: وما هو على الغيب أي بمتهم، أن الله لا يتهمه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. لماذا الله نفى أن يكون شيطانا رجيما؟ هذا القول كما قلنا، الله أرسل جبريل إلى محمد بهذا القرآن، ثم نفى عنه أن يكون شيطانا رجيما، فأعطى الشيطان كم صفة؟ صفتين، واحدة اثنتان. أولا شيطان، وكلمة شيطان مما عرف في الفطرة أنه شيء سيء. إذا أردنا أن نسب إنسان نقول هو شيطان، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال: لأنه ارتبط في فكر الإنسان أن الشيطان قبيح. يقولون أن الأستاذ العظيم البليغ الجاحظ، وهو أحد أئمة المعتزلة، وهو يعني يذكر أنه قبيح جدا، قبيح جدا. يقولون: أتت امرأة فأخذت بيده وذهبت، وهو لا يعرف ما القصة، هو جالس أمام بيته، فأخذته وذهب إلى نقاش فقالت مثل هذا، ثم انصرفت. فقال: ما قصتها؟ قالت: أريد خاتم وانقش عليه صورة شيطان. قال: يا سيدتي، لم أرى شيطانا فكيف أنقشه؟ فأتت بك وقالت مثل هذا. أنا وجهه قبيح، فهو يصل إلى رتبة الشيطان والعياذ بالله. إذن سماه الله شيطان لأنه ارتبط في فطرة الإنسان أن الشيطان قبيح. ولماذا سماه رجيم؟ أي ملعون. رجيم بمعنى لعنة. دائما نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله سبحانه وتعالى وصف قول الشيطان ماذا؟ لأنه قول ما يخالف القرآن، وصفه بماذا؟ بأنه شيطان. كيف تعرف أن هذا قول الشيطان وأن هذا قول الرحمن؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لأن هناك صفات واضحة جلية لمن كان من أهل الرحمن، وهناك صفات واضحة جلية لمن كان من أهل الشيطان. عندما أمرك بطاعة الله، وأمرك بالزكاة والصدقة وصلة الرحم
والمحافظة على الصلوات والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هذه صفات الشيطان؟ لا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالمنكر وينهاكم عن المعروف ويسعى إلى قطع الرحم والقتل والزنا والسرقة والاغتصاب، إذن يعرف من صفاتهم. من كانت صفته الخير فهو دائما يأمر بالخير، ومن كان صفته شر فهو دائما يبحث عن الشر. لذلك الله قال هذا القول ليس بقول شيطان رجيم. لماذا؟ ابحث فيه ستجد أنه يأمرك بالمعروف، والشيطان لا يأمر بالمعروف. لذلك الله نفاه قال وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. ثم قال فأين تذهب؟ عندما يأتي الإنسان ويقول ها قولا لا يوافق العقل تقول له أين عقلك؟ أين تذهب؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا له عقل فدائما العقل إذا كان سليما وقواعده صحيحة لا يفعل بك الشر. يقولون أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن شيبة ابن ربيعة وهو صحابي جليل أوذي في سبيل الله وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن عرف وكتب له الله أن يكون من أهل الجنة، بشره النبي في الجنة. لاحظ أنه في أحد في بدر كان أبوه عتبة وعمه شيبة وأخوه الوليد، هم أول من خرجوا في معركة بدر، طردوا المبارزة. فلما قتل وانتهت المعركة بانتصار نبينا صلى الله عليه وسلم سحب عتبة، سحب وهو ميت، ومر به على من؟ على ولده. فلما رأى أباه تغير وجهه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك وجدت في نفسك. النبي يبحث في أصحابه، قال لعلك وجدت في نفسك. قال يا رسول الله، يا رسول الله، والله ما شككت في أبي ولا في موتي، والله ما شككت في أبي، هذا أبي، ولم أشك في موتي أنه مات كافر، ولكنني كنت أعرف من أبي حلما وعقلا، فآذاني أنه مات على هذه الحال، أن عقله لم ينفع. الله أكبر. واضح؟ إذن هذه هي الفكرة الرئيسية. إذن فأين تذهبون؟ العقل الصحيح السليم يهديك إلى الطريق الصحيح. لذلك أبو بكر رضي الله عنه لما استخدم عقله استخداما صحيحا ماذا حدث؟ أول ما قال له النبي أنا رسول الله قال آمنت به. لما سئل عكرمة ابن أبي جهل بعدما أسلم قال كيف تركت الإسلام وأنت تملك هذا العقل؟ قال كنا مع قوم تزن عقولهم الجبال، فهم الذين خدعونا. لذلك المشركون ماذا يقول؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أنحن صددناكم؟ أنتم في قلوبكم شر أيها الضعفاء. فرد عليهم الله قال قلب المكر الليل والنهار، إنما هو مكر الليل. إذا استخدم عقلك صحيح استخداما صحيحا تصل إلى حقائق صحيحة. بلال رضي الله عنه لما استخدمه استخداما صحيحا ماذا حدث؟ آمن. لما عذب ما بال بالعذاب لأنه عرف الطريق الصحيح. لذلك الله يقول فأين تذهب إن هو إلا ذكر للعالمين. هل يا شيخ يوسف محمد يا شيخ يوسف إن هو إلا ذكر للعالمين، هل هذه الآية مرت معنا في سورة أخرى بمعناها؟ هناك سورة أخذناها فيما مضى قريبة من كلمة إن هو إلا ذكر
إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. من يعرف؟ في سورة عبس ماذا قال سبحانه وتعالى؟ كلا إنها تذكرة. إن هو إلا ذكر. الذكر والتذكرة واحد. إن هو إلا ذكر. هنا قال الله سبحانه وتعالى كلا إنها تذكرة. هنا قال فمن شاء. هنا قال إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هناك ماذا قال؟ فمن شاء. فمن شاء ذكر. إذن أنت الذي تحدد مصيرك، هل تريد الخير أم تريد الشر؟ إذن إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بيّن الله حقيقة لا ينبغي لنا أن تغيب عنها، وهي هل نحن في ملك الله؟ إذن لا يقع شيء إلا بأمر الله، لا يقع شيء إلا بأمر الله. لذلك قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا. ماذا قال الله فيه؟ قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الإنسان ينظر إلى قلبه، ينظر إلى ماذا؟ إلى قلبه. إلى قلبه. عندما تنظر إلى قلبك ستعرف حقيقة واضحة جلية، وهي إذا رأيت نفسك تقبل على الطاعات فأنت ممن أراد الله له الخير، وإن كان قلبك يريد الفساد فأنت ممن خذل الله. لذلك دائما أكثر من ذكر الله، دائما أكثر من طاعة الله. يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: لم أعد لها كثيرا صوم ولا صيام، وإنما أحب الله ورسوله. قال المرء من أحب. عندما يأتي إنسان يقول أنا أحب الخير ثم تجده في أماكن السوء، هل هو صادق؟ لا. عندما يقول إنسان أنا أحب الشر وتجده في المساجد، إذن الله يقول لك ما تم، وهو قول جبريل الذي جاء عن الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ذكر، هو ذكر، ليس لأحد دون أحد. بلال من الحبشة وكان سيدا على قريش، وصهيب الرومي رومي وأصبح سيدا على العرب. ولما نرجع إلى تاريخنا الإسلامي هناك من جاء من بخارى وهو البخاري فأصبح سيداً من سادات المسلمين، وهذا سيبوي رجل أعجمي أصبح سيداً من سادات المسلمين في النحو. هذا ديننا، لا يفرق بين شريف ولا وضيع، إنما تشرف بعملك وإنما تكبر في طاعتك لله سبحانه وتعالى. لو كنت أنا سيداً من سادات العرب وكان عملي من عمل أهل الشر فالمصير هو معروف، لم ينفعني نسبي بشيء. لكن ديننا جعل الشيء بالشيء أجمل، جعل كونك سيداً وعالماً جمعت الحسنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام بماذا؟ إذا فقهوا. فربطها بماذا؟ جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
لا فضل على العربي على عجمي إلا بالتقوى. لذلك الله قال إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك إلجأ إلى الله. لذلك النبي ألم يقل الله له أني قد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بلى. قالها ولا لم يقلها؟ قالها. إذا ماذا حدث؟ هل انقطع النبي عن العبادة؟ بلى. ما انقطع النبي عن العبادة. هل حاول النبي أن يفعل شيء يخالف أوامر الله؟ لا. لماذا؟ وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هو الرجل الوحيد البشري الذي قال الله له قد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لم يقلها الله لأحد. الصحابة أليس عندنا 10 مبشرون بالجنة؟ بلال أليس مبشر بالجنة؟ أبو حذيفة أليس مبشر بالجنة؟ وكثير من الصحابة أليس بشروا بالجنة؟ لماذا لم تتغير أعماله؟ لماذا ظلوا على منهج واحد؟ لأنهم يعرفون أن البشارة بالجنة مرتبط بالتزامك فيما بقي من عمرك بطاعة الله. فعلى الإنسان أن يتدبر ذلك، لا يأتي ويقول أنا والحمد لله فعلت كما يفعل بعض الجهال. ماذا يفعلون؟ يأتي يقول الحمد لله نحن نصلي ونزكي ونفعل الخير وإن شاء الله نحن من أهل الجنة. نقول اللهم آمين أن تكون من أهل الجنة، لكن الأماني لا تدخل الجنة، تلك أمانية ليست بأمانيكم ولا أمانية الكتاب. من يعمل سوء يجزى. أنت احذر لأنك قد تحدث بعض الأعمال تنقض بعض الأعمال فتخرج صفرا لا فائدة في عملك. لذلك الله دائما يذكر، دائما يجعلها ذكر، والذكر لا يكون ذكرا إلا إذا أكثرت من ذكر. من عرف بش من أكثر من شيء عرف به. الذي يكثر من الشر يعرف بالشر، والذي يكثر من الخير، والذي يكثر من حفظ القرآن يكون من أهل القرآن، والذي يكثر من الصوم يكون من أهل الصوم، والذي يكثر من الصدقة يكون من أهل الصدقة، وهكذا. وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا.